نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. تغطيتنا لهذا اليوم حول أزمة الوقود، تحديدا مادة النفط الأبيض، حيث أزمة النفط الأبيض تعود لمدينة الموصل من جديد مع بداية موسم الشتاء، وتشهد تصاعدا يوما بعد آخر، إذ يشكو المواطنون الموصليون من طوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود ولساعات طويلة نتيجة سوء التخطيط والإدارة من قبل المعنيين. فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت وما زالت تستمر عملية التخبط وسوء التخطيط في إدارة المنتجات النفطية في محافظة نينوى، وبالنتيجة هذه الازدحامات على محطات التعبئة للحصول على النفط الأبيض، ولا سيما نحن مقبلين على فصل الشتاء. هذا التخبط بالإمكان، هناك العديد من الخيارات التي يمكن أن يحل هذه التخبطات التي تعيشها الدائرة. سوء التوزيع وكما قلت وسوء التخطيط، لماذا حكر على بعض على تحديد عدد وكلاء المواد الغذائية؟ لماذا لا يفتح الباب على تسجيل وكلاء مواد غذائية جديدة؟ لماذا لا يتم تسجيل بإصدار يعني وكالات لتوزيع النفط الأبيض حصرا بيد الوكلاء أو بيد متعهدين؟ ماذا بالمواطن؟ أنا أمس مريت أمام هذه المحطة، رأيت البارحة عصرا السيارات والناس واقفين أمام المحطة إلى يومنا هذا. الآن لاحظت البعض لحد لم يدخل المحطة. لذلك ندعو الحكومة المحلية وكذلك إدارة المنتجات النفطية البحث عن حلول إيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة. يعني استبشرنا خيرا بإصدار البطاقة الوقودية للبنزين، تم القضاء على شحات البنزين. لماذا هذا التخبط في موضوع النفط الأبيض؟ نتمنى من الحكومة إيجاد حلول جدية بحيث يقلل من كاهل المواطن. أزمة الموصل مستمرة إلى متى؟ وخاصة في الموصل يعني دائما يكون الأزمة، وخاصة مع بدء موسم الشتاء، لماذا لم يكن هناك حلول في الصيف؟ حقيقة كما قلت بسبب سوء التخطيط. يجب أن يعد هذا الموضوع في موسم الصيف، تهيئون الدائرة تتهيئ والمحطات إلى موسم الشتاء، لكن نحن نلاحظ أن التحضيرات يتم في بداية فصل الشتاء، وطبعا بوجود هذا الزخم والتكاثر السكاني والتعداد السكاني هاي لمحافظة نينوى، لذلك لم نجد حلول جدية على أرض الواقع. نتمنى أن يكون هناك دائما تخطيط واضح وتخطيط مبني على معاناة المواطن، ليس التخطيط في المكاتب. كثير من القرارات وكثير من التخطيط التي يتم في العراق مع الأسف أنه في المكاتب وراء المناضد، عدم النزول إلى الشارع واللقاء مع المواطنين ومعرفة معاناة المواطنين والبحث عن حلول على أرض الواقع، حلول على أرض الواقع في داخل المحطات لدى الوكلاء المواد الغذائية، لدى وكلاء الآخرين، البحث عن حلول واقعية ومنطقية على أرض الواقع. يعني حقيقة لا تكفي هذه الكمية، لأن احنا في كل سنة هناك شحة ومعاناة، مع العلم أن العراق كما يعلم الجميع أنه هو بلد النفط وأغنى بلد بالنفط. لكن بصراحة أرجع وأقول وأكرر للمرة الألف، هناك سوء تخطيط وسوء إدارة وسوء توزيع. كل هذه الإساءات يتحملها بالنتيجة المواطن البسيط.
والله اليوم جينا استلمنا نفط ابيض هنا بس بها معاناة، يعني معاناة هواية، فالعالم جاي يشوفون يعني ازدحامات وخدمات ماكو، والخدمات اهم شيء النفط الابيض جاي العالم يعني تعاني بها هواية. فتعرف انت يعني احنا اكو عالم على باب الله على رزق، يعني عايف رزقه وعايف شغله وجاي دا يستلم نفط الابيض، ونفط الابيض ايش قد 100 لتر يعني ياخذه، وانت تعرف يعني الكل يعرفون يعني الموصل، خصص موصل احنا جاء علينا شتاء، يعني تعرف شتاء بارده 100 لتر ما يصرف. فاحنا نطالب من اللجنات العليا، نطالب من المحافظ نينوى، ونطالب من كل الجهات انه يشوفون اوضاعنا، جاي يشوفون ايش صاير بينا، احنا مواطنين مظلومين طبعا. احنا سنويا كان الوكيل اللي تجيب النفط، ليش هسه ما اكون وكيل؟ والله ما اعرف، لازم ما اعرف، يقولون على اساس الوكلاء عقد مالهم انتي ما ادري شلون لازم يجددون، فهم يعرفون يعني احسن من عندنا. انت ايش وقت جيت لزمت سرو لحد الان؟ والله البارحه من البارحه العصر، من الساعه 4 انا واقف لحد الان. كم ساعه؟ من الساعه 4 البارحه الساعه 4 العصر لحد الان، وما رايح على البيت يعني. هاي صار لك تقريبا اكثر من 36 ساعه. نعم. على مود 100 لتر. على مود 100 لتر. ويا بطاقه واحده عندي. عايف شغلي، عايف رزقي على مود 100 لتر. احنا بلد نفطي. واحنا بلد نفطي بعد. يعني بلد نفطي وهيك معاناه ما صايره. شلون شفت التعامل البانزخانة وياكم؟ والله ما يقصرون هم الجماعه هنا، ما يقصرون. يعني البانزخاين وجماعتين يعني المنتسبين واقفين هنا ما يقصرون يا احد. يعني جاي يمشون ما امر الله. بس ازدحامات وتعرف يعني العالم ازدحام فول، يعني تعرف شو اسوي يعني. سبب الازدحام يعني كثره المراجعين على المحطات. اي تمام، كثره المراجعين وقله يعني توفير النفط الابيض فيصير ازدحامات. وسهل نينوى بانزخانه واحد جاي يوزع هسه حاليا، بانزخانه واحد جاي يوزع والعالم كثيره. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المعاناة يعني الازدحام والسرة، يعني خاصة يجوك واسطات وهذا الفات وهذا الطلع، يعني مشكلة. هاي المحطات يعني مثلا اكو مشاكل، مثلا بوزر واحد محطة واحدة تصير السرة طويلة تعرف يعني، فمشكلة يعني المواطن صعب يحصل، يعني لو عن طريق الوكالة احسن يعني هواي. يعني وقفت بالسرعة على المواجهة؟ والله من البارحة، البارحة الساعة 10 بالليل اللي هسه هسه تقريبا ساعة واحدة، وبعد يعني راد لي فد نص ساعة يلا فول. شنو سبب الازدحام؟ والله السبب عدم التنظيم، يعني من ناحية اسمه البوزرات يعني هواي كان يعني بيها فد مجال يعني. ومحطات يعني هسه حتى محطة واحدة توزع بالموصل مثلا، ليش ما يصير اثنين ثلاثة؟ والله بالمنطقة كلها محطة واحدة يعني ما يصير هيك، المفروض يعني فد ثلاث أربع محطات بيوم واحد حتى يقل الزحم ويتوزع السكان على المحطات يعني. يعني البطاقة رقم 6 هاي صار له تقريبا أكثر من 10 أيام كنا انطلق، ولحد الآن هاي الأزمة، وإلى متى؟ والله لحد الآن 3 أرباع الناس ما ماخذ، يعني أغلب الناس تخاف من الازدحام أصلا تتقرب على المحطات، يعني مشكلة. احنا على موسم الشتاء المفروض بالصيف يعني يكون توزيعها، ما هذا نقطة قوية يعني، المفروض بالصيف تتوزع المحطات حتى الناس كلها تاخذ قبل لا يجي الشتاء. حول
والله احنا من ناحية المحطة واهل المحطة ما بيهم قصرة، ولكن عتبنا على الحكومة، المفروض ينطيل الوكيل. احنا قبل هاي وكيل يجيب لنا اياه يوصله لي البيت. الوكيل هم حقه ياخذ له 1000 2000 تعبه حق قاس سيارته، صحيح لا؟ بس الجماعة المحطات ما بيهم اي قصرة، عنده حصة جاي وينطي هالحصة اللي عنده وهذا هو. واني بالنسبة لي من البارحة بالليل اني قاضي بسرة، نوم الليلة راحت من عندنا، استراحتنا راحت من عندنا، شغلنا عايفين اشغالنا، خير ما بينا عنده محل وعنده شغل، عاف شغله عاف عمله، لا يجي دا يحصل هال 100 لتر الغاز. هسه هم لو فت برميل يسوى، واحد يقول ما يخالف، ولكن 100 لتر عايف شغله عمله، يجوز يوم 120,000 25,000 راح طار من عنده، لا يجي يستلم الغازات. بس لو وكيل يجيب له اياه يجوز يروح له 5000 دينار، كثرت ازيد من هذا ماكو. والعالم الناس تقريبا متعاونين بيناتهم، بس الحكومه ما متعاونه ويانا، سوء اداره الحكومه، حكومه ما متعاونه ويانا. هاي ال 100 لتر اجيد راح يكفيكم؟ والله يظل على العائله، اكو عائله نفرين 100 لتر زين لو الشهر يمشي، اكو عائله مثلا يشغلون اكثر من صوبه صوبتين او ثلاثه، ها ال 100 لتر ما يوديهم 15 يوم. معاناة الموصل دائما يبدأ مع موسم الشتاء، دائما هم لو يستمرون مدى السنة كلها، كل شهر عندك 100 لتر تجي تستلمه، تريد تروح تبيعه، تريد ما تستلمه، تريد تجي تستلمه، المهم عندك كل شهر انت 100 لتر. من يجي الشتاء ما تتبهدل. هسه كثير عالم يريد يستلم الغاز ماله قبل ما يجي راس الشهر، لا يسقط هذا البطاقة لان ما عنده غاز، لازم يروح يشتري عاد. بس لو هم بالصيف همينه كل شهر ينطون، يا بالصيف انطي وجبتين، لا تنطي كله، انطي وجبتين، ها يعوض المواطن ما يتعب وما يدوخ مثل بداية الشتاء مثل هسه. اجيت استلمت 100 لتر واجيت السعر 100 لتر ال 100 لتر ب 18,000. ايه الوكيل اجيت كان يجيب لك الوكيل اذا كان وكيل يجيب لي اياه ب 21,000 ب 20,000. الكرو هسه عتام تدفع يعني من يوم يومين على ما يجي سراح وايد تعب كله مبيت يومين اقل شيء تقف سرا، ها يومين اقل شيء تقف سرا، يوميتك اذا انت عامل راح يومين، ها إيه مثل ما يقول نوم الليله راحت من عندك، تسهر قاعد هنا بالشارع نايم، شنو ذنب المواطن؟ لو الحكومه يوفر بصوره صحيحه ليش المواطن يجي يتبهدل؟ البنزين قضى على أزمة البنزين، ليش ما يوفرون حلول من نفس البنزين؟ خلي يسوون مثل البنزين. هسه هذا هم بيكربون، هم بيكربون، بس ما يعرفون يطبقون، ما عندهم آلية تطبيق مضبوط عليها. هم لو قبل شهرين منطين غاز، ليش هسه المواطن يتبهدل؟ كان هسه إلى ما طلعت صدرة البطاقة الجديدة عنده هو يمشي أمره، من تطلع تصدر البطاقة الجديدة يروح يستلم بالبطاقة الجديدة بآلية جديدة. مظلومين بشكل يعني عام، وبالأخص عندنا النفط يعني شحة، يعني كل مثلا كل بنزينخانة أو محطة يعني كل 3 أيام أو كل 4 أيام يجي له حصة، فإحنا نريد من الدولة أو من المنتوجات النفطية بالموصل أن يوفرون يومية يعني منتوج حتى العوائل
يعني احنا على باب الشتاء والنفط قليل بالمنطقة توزيع، وارجو ان يعني يزودون بالحصة وانت تعرف لازمين السلع على مود النفط، ونفط قليل يعني ماكو يعني حصة للسهل نينوى، واحنا نشتكي من يعني من قلة المنتوج. والله من الفجر لي هسه، والله من 6:30 الفجر ولي هسه، وبعد ما مفول، وبعدني ما مفول، و والله هو بقى بيد الدولة وبيد المسؤولين وبيد النفطية، يعني المفروض يوفرون النفط، واحنا يعني محتاجين هسه، واحنا على باب الشتاء، واكو عوائل واكو اطفال واكو معوقين واكو مرضى، يعني محتاجين الى 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 النفط، وانت تعرف يعني احنا يعني اكثر من الجنوب يعني نستفاد من النفط، واحنا مثل ما يقول اجانا الغيم اجانا الخير ان شاء الله، وان شاء الله يمطر، ويعني نتمنى من المسؤولين ومن المنتوجات النفطية ومن البغداد أن يعني يزودون الحصة النفطية للمحطات هنا بسهل نينوى. وهاي الأزمة بكل الموصل. وأقول لك يعني بس أكثر شيء إحنا سهل نينوى متضررين من ناحية يعني قليل من النفط، يعني أرجو أن يزودون بالحصة مثلا كل يومين أو كل 3 أيام يزودون حصة للمحطات، احنا نريد من عندهم يزودون كل يوم مثلا حصة لأهل المحطات حتى ينطون يوزعون للعوائل. والوكلاء؟ والله وكلاء ما اعرف ايش اقول لك، بس هو يبقى حتى الوكيل اذا النفط ماكو وكيل شي يسوي زين، وكيل حتى لو يجي على البنزينخانة او على المحطة اذا النفط ماكو وكيل شي يسوي زين. يعني هاي المعاناة، هو المشكلة الرئيسية بالنفطية ومن الدولة، المفروض يعني هسه عندنا احنا نقص، وكل يومين او مثلا كل 3 أيام يجي الحصل البنزينخانات، المفروض يعني يخصصون يومية يزودون حصل المحطات حتى شنو، حتى ننتهي من أزمة الطابور السرة. شكر لله. معاناة قوية جدا، خاص من البارحة لحد هذا اليوم ماسكين سرة، ولحد الآن ما جاي سراهم، وما معلوم يجي سراهم وما يجي سراهم. نحن بلد النفط، بلد الغاز، بلد الغاز، ويجي معاناة كفر إجرام. يعني مفروض النفط يصل لي باب البيت، قبل كان النفط يصل لي باب البيت ياخذون الإجرة، الساعة يجون يمسكون سرة ويباتون هنا وما معلوم يستلم لو ما يستلم. إلى متى هذه المعاناة؟ إلى متى؟ إلى متى؟ يعني يجب حل هذا الموضوع حل نهائي، حل جذري، لا غير ممكن هذا الوضع. الوضع سيء جدا جدا جدا، والماء عند واحد يعني أشون يبقى بلا نفط؟ مستحيل هذا. ونشكر نشكركم. نعم، كان قبل وكلاء يجيبون النفط الأبيض للباب البيت، حاليا شنو السبب اللي يمنع يعني من الوكلاء، من وخاصة 100 لتر يعني شنو تكفي العائلة إذا كان مثلا 10 نفرات 15 نفر؟ السبب من النفط هو النفطية ما ينطي الوكلاء، ينطي بس البنزينخانات. يعني عندنا جماعة وكلاء يقولون ما يزودونا بالنفط الأبيض، لازم يزودوهم حتى يجيبون النفط الأبيض للبيت. والحصة 100 لتر يعني متكفي العائلة إذا كان مثلا 10 نفرات أو 15 نفر، يعني كل شهر راح يجي نفس المعاناة، يقف مثلا 15 ساعة 20 ساعة ويومين
حتى يحصل هاي نهائيا نهائيا ما يكفي 100 لتر لا شيء لا شيء. يعني الناس يشترون من السوق السوداء وغالي جدا جدا، يعني البرميل الواحد 200 ألف وأزيد. زين، والماء عنده منين يجيب يعني؟ يعني كافية المعاناة. حاليا 200 و250 يعني ما سوية. زين، وإلى متى هذه المعاناة؟ نبقى في المعاناة؟ والمحطات محطة وحدة توزع وهاي الطوابير يولد، ومحطة وحدة توزع وتبقى هالطوابير ويباتون. يعني معظم الأشخاص اسع هذولا بايتين من البارحة لحد هذا اليوم ولحد الآن ما جسرهم وما معلوم يستلم أو ما يستلم، ما معلوم هذا، يعني ما معلوم هذا المشكلة. أنا بالبيغان يا خوش برافو لا لا خالو احنا هاي بلد نفطي تعرف انت، وهاي صار لنا يومين لازمين سرة، والسرة تعرف شو المفروض يسوي الوكلاء، يعني ينطي الوكيل وكيله هو يجيب لك النفط، وانا نسع عاطين على شغلنا، واحنا اطفالنا عندنا مدارس وهذا نجيب ونوديهم عاطين شغلنا كله على مود هاي النفط، ال 100 لتر نفط يعني. فنعاني من هاي المشكلة أستاذنا. ايش قد صار لك أنت واقف هنا؟ هاي صار لي ثلاث أيام أني، ثلاث أيام على ما وبعد يعني بعد ما واصل السرة بعد. وهاي الأزمة شوكت يعني والله يشوف احنا هم ننتظر هاي الحكومة الجديدة إن شاء الله أملنا بها قوي، احنا إن شاء الله قلنا بلكم يسوي حل مشاكلنا وهذا يعني أسعى النفط يعني أبسط شيء للمواطن العراقي مو؟ فننتظر يومين ثلاثة على ما يجي أي مثلة يعني ناخذه. يعني مفروض احنا قلنا مفروض يعني ينطون الوكيل، يعني وكيل هو يجيب لك التنكر موجود مو؟ هو الوكيل يوزع، شلون يوزع مواز غذائية يخابرك إذا تيجي تاخذ نفط مالك وتروح. هاي المشكلة يعني تعال توقف لك يومين ثلاثة على مود هاي المثلة 100 لتر. ما يكفي بس يسوي يا اخوي ما يكفي، وين يكفي يا اخوي؟ الزوبة مثلا واحد عنده عائلة مثلا أربع عوائل بيت واحد خمسة مو؟ منين يكفي يا اخوي؟ والزوبة ايش قد ياخذ؟ ما يكفي. مصر دائما تمر بهاي الأزمات، لو غاز لو بنزين لو كهرب، يعني هاي الأزمات إلى متى والله يا احنا هسه بعد شيبنا بعد يجوز أجيال ورانا يلا يلحق، احنا بعد انتهينا. بس انا مواليد ايش قد؟ مواليد 67، منين لحق بعد اشوف ماكو ازمه، اشوف بجي قبل افول بنزين، افول غاز، اخذ غاز ذاك اليوم، حتى الغاز يسووا ازمه يعني عندنا هنا خاصه مسالنين هو. بس يسوون يطلعون شغلات قنينه وصل ل 10,000 دينار، يا اخوي، واحنا مواطن ما عندنا. انت تصدق هسه انا اشتغل سائق تاكسي عندي اشتغل، يا اخوي. لك يومين على المدسره وشغلك وشغل يا واقف، وطلابه معنا طلاب نجيب ونوديهم بس واقف، هاي شغلتنا واقف على مدال مثل ترقاز. مناشدتك ومطالبتك شنو؟ والله مناشدتي يعني ينطول الوكيل هو يوزع، يعني وكيل قبل كان شلون ينطول وكلاء، الوكيل هو يوزع، يعني انت شلون يخابرك وكيل يابا تعال استلم نفط مالك، هاي هم يشتكون من الحكومه
يكون على الوكيل يقول ياخذ زياده، يعني سعه المحطات مشكله. نعم. والوكيل هم ياخذ زياده، هم اكو شكوى على الوكلاء. يعني استاذي ايش وكيل هسه اذا انا الزم سر هسه برميل ابو الكي ايش قد ياخذ مني؟ 10,000 كي ياخذ من عندي، وكيل ايش قد راح ياخذ؟ خلي ياخذ 3,000 احسن، احسن لو انطي 10 مو؟ انطي 3,000 احسن لي من ما انطي 10,000 لابو الكي يا استاذ. وهم صدر امر بانه راح يكون على الوكلاء، وايضا يعني هناك اكو بعض الجهات يقول يعني الوكيل ياخذ زياده، يعني مهم مشكله. اي طبعا مشكله، بس الوكيل يعني احسن، احنا الوكيل ما يعطل شغلنا استاذي، مو ما يعطل شغلنا، الوكيل مثلا يومين ثلاثة اسبوع راح يخابرك يقول تعال استلم نفط مالك، بس احنا لازمين سرع. مثلا انا ما عندي سياره الزم لو كيا لو بيكم انطي 10,000 وتفويله ب 20، هذا ايش قد صار عليه؟ قال هل مثل ترى يعني مثل ترى ايش قد راح يكلف عليه؟ 30,000 دينار يا اخوي هاي المال. اخي العزيز احنا من البارحه هنا، من البارحه بالليل هذا قاضبين سره ولحد هسه نريد يوزعوه عن طريق الوكلاء، لان هذا الشغله هيك من ازدحامات والناس دع تاخر بالاستلام، فنحاول بلك تحاولون انتم من توصلون صوتنا المسؤولين ينطون عن طريق الوكلاء، هذا اللي نريده من عندكم، لان خلي يجي المدير ناحيه يشوف اي واحد يجي من المسؤولين خلي يشوف المعاناه، وهذا السره بدي اشوف ليه انا واصل، يعني ما بيه فايده ادحق هذا الازدحامات خطايا هاي الناس عايفه شغلها، فالاحسن عن طريق الوكلاء. والله هاي الازمه ما اعرف، والمشكله هنا عندهم برنامج، البرنامج اذا وقف بعد ماكو، بعد ماكو توزيع، فالاحسن شيء خلي ينطوها بشغله الوكلاء، والوكلاء هم يوزعون، حتى لو يعني يخليه يم الوكيل احنا نروح نجيبه، حتى يكون الطريقه اسهل. اسهل من هذا الازدحام وخطيه الناس عايفه شغلها و... هاي الطوابير يعني مستمر والله هذا الطوابير بعد انتم تشوفونه بعينكم، هسه يجوز زين زين غير مكان يجوز يعني تلقى الازدحامات اكثر، واني بالنسبه لي انا من الخمسة ونص واقف لحد هسه، يعني هسه ايمتى راح استلم؟ هسه الساعه تقريبا ثنتين هذا صار العصر خلينا نقول، وبعد هاي الناس ده هذا شوف المعاناة قدامك. ماكو يعني محطة واحدة توزع والبقية على ما اعتقد هسه اليوم محطة واحدة، هذا المحطة واحدة يمكن دي يوزع، وما اعرف هسه ما اعرف قرب على وشك راح ينتهي الوقت ودي نشوف هسه. باكر جمعة وراح لا باكر ما اعتقد، باكر ماكو توزيع ما اعرف، بس اليوم اذا استلمنا وهذا الرقم رقم 6 هذا اليوم ما اعرف عاد يجوز له اخير يوم ما اعرف عاد. شكرا هذا العمل.
بالبارحه الظهر لازمين سره لحد الان على مود 100 لتر. عارفين شغلنا اشغالنا كلها عرفناها على مود 100 لتر. 100 لتر شي يكفي وهالشتاء، واللي عنده 10 نفرات واللي عنده 12 نفر وين يروح بيها؟ ولحد الان ها 100 لتر استلمنا من البارحه لليوم. مستمرة هيك، وقسم ما يعني غير بنزينات ما استلموا، جو هناك بوصيره. يعني هاي المحطات التعبية موجود بالموصل بس واحد يجي يوزع؟ ما اعرف، كان لازم ينسر بذاك البنزينة، قالوا ما موجود، عزلوا اجوا على هاي البنزينة. يعني من البارحة لليوم. من البارحة الظهر. شنو السبب؟ أزمة ماكو. لو موزعين البنزينة كلهم ما يبقى أزمة. ايش ما ادري، ما ينطون الكلام، ما ينطون، والمواطنين يجون يلزمون السره بطاقتين ثلاثه 100 لتر شي كافي 100 لتر. المدينة تعاني من أزمة متصاعدة وخانقة بالمشتقات النفطية، إذ وصلت طوابير السيارات إلى مسافات بعيدة رغبة منهم في الدخول إلى محطات التعبية للتزود بالنفط الأبيض، ولم تشهد لحد الآن أي انفراج. لقد وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء.